Pas de problème. صباح الخير. استقبلت اليوم زميلي وزير خارجية فرنسا السيد ستيفان سيجورني الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب. هذه هي الزيارة الأولى اللي كيقوم بها معالي الوزير إلى المغرب، ولكن هي كذلك الزيارة الأولى إلى منطقتنا وإلى القارة الإفريقية بشكل عام. العلاقة المغربية الفرنسية هي علاقة غير عادية، هي علاقة متفردة لا مثيل لها، متجدرة في التاريخ وعند قائمة على واحد الأساس من المصالح المتبادلة، من العلاقات القوية في كل المجالات. العلاقة المغربية الفرنسية هي علاقة دولة لدولة، كيرعاها وكيشرف عليها وكيتابعها رئيسي الدولتين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. والأساس في هذه العلاقة هذه هي هذا المتابعة والإشراف لرئيسي الدولتين، وكذلك اعتبارها أنها علاقة دولة لدولة. قلت العلاقة المغربية الفرنسية ليست بعلاقة عادية، فرنسا شريك متميز للمغرب على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإنساني. هذه العلاقة لا مثيل لها، وهي علاقة قوية. هذه العلاقة اليوم هي في واحد اللحظة ديال تجدد وديال التطور، تجدد في المضمون، تجدد في الفاعلين، تجدد في المقاربة، باش أنها تساير التطورات اللي كيشهدها العالم وكتساير التطورات اللي كيشهدوها البلدين. المغرب بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس أصبح قطب استقرار وقوة سياسية إقليمية مهمة. المغرب أصبح فاعل أساسي في محيطه الجغرافي، سواء في شمال إفريقيا، في حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي القارة الإفريقية والعالم العربي والإسلامي بصفة عامة. والمغرب بفضل الإصلاحات اللي قام بها جلالة الملك على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، اليوم كيف منح فرص مهمة لشركائه. لهذا المملكة هي دائما واحد الشريك اللي هو مطلوب ومرغوب من قبل القوى الكبرى على المستوى الدولي. وبالتالي من هذا المنطلق هذا العلاقة المغربية الفرنسية كيخصها تجدد وتطور وفق مبادئ ديال الاحترام المتبادل، وفق مبادئ ديال الطموح، وفق مبادئ ديال التنسيق، وفق مبادئ بحال اللي قلت انها علاقة دولة لدولة. مهمة لما جاء وكيفية التحضير لهذه الاستحقاقات، وتم التأكيد على أهمية التحضير الجيد لهذه الاستحقاقات هذه. الدرجة الأولى من خلال دعم الزيارات القطاعية المتبادلة، وكاين مجموعة من الزيارات الوزارية اللي غتكون في الأسابيع المقبلة، و البحث على اتفاقيات او لا اعلانات او لا مبادرات اللي يمكن لها تعزز هذه العلاقه وتخلي الاستحقاقات المقبله تكون نقطه تحول مهمه
في العلاقة الثنائية. تحدثنا كذلك حول القضايا الإقليمية وكيفاش أن المغرب وفرنسا يمكن لهم يشتغلوا حول مجموعة من القضايا، سواء في الشرق الأوسط، تحدثنا على آثار الاعتداء الإسرائيلي على غزة يعني ما خلفه من آثار إنسانية كارثية، وكيفية العمل بحال اللي أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب الرياض الأخير، على وقف لإطلاق النار، على وصول المساعدات، على خلق عملية سياسية، على عدم تهجير الفلسطينيين، على الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس. احنا على أعتاب شهر رمضان والوضع كيكون متوتر في هذا الشهر، والمغرب يحذر من كل الممارسات، من كل القرارات اللي يمكن لها تزيد التوتر في حول المسجد الأقصى وفي مدينة القدس خلال هذه الفترة، واللي تنضاف إلى الواقع المأساوي الخطير اللي كاين في غزة. وتحدثنا كذلك كيفية العمل بشكل منسق في القارة الإفريقية وفي منطقة الساحل، باعتبارنا شريكين عندهم مصالح يعني متقاربة في هذه المناطق، وبأننا يمكننا نشتغلوا كشريكين. إذن بحال قلت، هذه الزيارة كتأتي في إطار هذه الرغبة القوية لدى جلالة الملك وفخامة الرئيس باش أن الشراكة المغربية الفرنسية تنطلق على أسس قوية تجدد بشكل مستمر، مع الحفاظ على ذاك الأساس القوي التاريخي والإنساني اللي عندها، وبالاستفادة من المكتسبات اللي عندها الشراكة منذ عقود، ولكن كذلك كيفية تكيفها مع الواقع الجديد، الواقع الوطني، الواقع الإقليمي، والواقع الدولي. إذن فهي زيارة بحال اللي قلت مهمة، وغتفتح المجال للتحضير للاستحقاقات المقبلة، واللي غادي تكون كذلك استحقاقات اللي يمكن تشكل واحد الأهمية خاصة بالنسبة للعلاقة. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.